السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة معانا حلقة جديدة وحلقة مميزة، وهي ما هو ضغط الهواء الموجود في الدراجة الهوائية، يعني ازاي تقدر تنفخ الدراجة الهوائية بتاعتنا ديت، وتعرف المقاس المناسب لضغط الهواء اللي معانا موجود في الدراجة اللي معانا. المفخ اللي معانا ده زي ما انتم شايفين في عداد هيقيس لنا ضغط الهواء الموجود في الدراجة الهوائية. طب ازاي انا اعرف العجلة ما هو الضغط المناسب لها؟ في الحلقة دي ان شاء الله اعرفك ما هو الضغط المناسب، وفي نفس الوقت هعرفك اضرار الضغط الزائد واضرار الضغط المنخفض. في البداية معانا ان كل عجلة وكل كاوتش ليه ضغط هواء معين. طب ازاي انا هعرف الضغط ده؟ هقول لكم ازاي تعرف، وازاي العجلة معاك تعرف الضغط بتاعها، وازاي تنفخها، وازاي تظبط المسألة دي معانا في الحلقة دي. زي ما انت شايف معانا اهوت فردة كاوتش اهيت، كل فردة كاوتش مكتوب عليها الضغط الهواء بتاعها، يعني انت شايف دي 40 بي اس اي، زي ما انت شايف اهي 40 بي اس اي، دي ضغط الهواء بالبي اس اي، او 2.8 يعني 20.8 اللي هو الرقم اللي شايفينه ده بارس، ضغط الهواء بالبار، يعني انت لو عندك بي اس اي او البار، يعني دي فردة الكاوتش الجبل اللي معايا دي اللي انتوا شايفينها وحضراتكم، دي الارقام بتاعت الضغط الهواء الموجود بداخل الفردة بتاعتي. وعلى الاساس ده احنا هننفخ العجلة ونقدر نشوف الضغط دي ازاي، هنجرب معانا في المنفخ اللي معانا ده. المنفخ اللي معانا ده منفاخ لنفخ، وفي نفس الوقت بيعرف لنا مقاس ضغط الهواء. زي ما انت شايف المؤشر معانا اهوت بيضغط من 20 40 60 80، دي بي اس اي زي ما انت شايف اهو، والداخلي ده بيبدا من 10 20 30 40، دي ضغط البار. يعني المنفخ اللي معانا ده بينفخ حاجتين، اللي هو بالضغط البار او البي اس اي. يعني لو عندك الفرده مثلا مكتوب على بي اس اي بس هنشتغل على المؤشر الخارجي، تمام. لو مكتوب عليها بار بس، في بعض الفرق مكتوب عليها بار، هنشتغل على المؤشر الداخلي. طب العجل اللي معانا ديت المقاس بتاعها هننفخه مع بعض ونقول لك دي مقاسها كام. زي ما احنا وريتك الفرده اللي فاتت اللي هو المقاس اهوت اللي هو ده البي اس اي، هننفخ على البي اس اي اللي هو 40 بي اس اي، وهننفخ الفرده اللي معانا ديت، تمام. هنركب اللي هو زي ما انت شايف اللي هو البلف بتاع العجله في المنفاخ دي اهوت كده، بنضغط نركب دي ونقوم ضاغطين كده وضاغطين. في بعض البلوفه بقى اللي هي مثلا البلف اللي هو الرفيع والبلف الثاني، ان شاء الله بعمل لكم حلقه برضو نعرف لكم دي يشتغل ازاي. ونبدا ننفخ معانا اهوت زي ما انت شايف، تمام اهو تمام. هيبدا المؤشر معانا يبدا يرفع، هوريه لكم دلوقتي. كده وصلنا، كده وصلنا للمقاس اللي احنا عاوزينه واللي هو اللي هو اهوت نفوقه تاني فرده. اهوت دي مقاس 40 بي اس اي اهوت، اقول حضراتكم اهوت عشان الناس تبقى عارفه ده المقاس المناسب للعجله الجبله دي. طيب نفترض احنا برضه معانا عجله رفيعه وكاوتش رفيع برضه، انا جايب لكم برضه بعض مجموعه من الكاوتش برضه عشان نتاكد ونعرف ازاي نعرف الضغط المناسب لكل عجله. الفرده اللي معانا دي فرده رفيعه اهيت، تمام. طب البي اس اي بتاعها اهوت زي ما انت شايفه اللي هو 45، دي نفخها على 45 اهو زي ما انت شايفه. في فرده برضو ثانيه معانا اهيت، كل فرده بيبقى مكتوب عليها، تمام، كل فرده مكتوب عليها الضغط بتاعها، تمام. دي مثلا هنا مقاس الكاوتش وفي اسم الشركه طبعا، تمام، وهنا
اهوت دي المقاس بتاعنا بالبار، هنا اهوت الفرن اللي معانا دي البي اس اي بتاعها اللي هو 35 بي اس اي مكتوب امام حضراتكم اهوت. وهنا برضو بيعرفنا الوزن ان الفرد دي تشيل كام كيلو، ودي 45، وهنا دي تعتبر الحاجات اللي هو الماكسيمم الاعلى حاجة، يعني هو حتى كمان كاتب لي هنا اعلى حاجة 4.5، وهنا اقصى حاجة بي اس اي اللي هو 66. كل عجلة كل فردة كاوتش بيبقى مكتوب عليها اللي هو معرفة ضغط الهواء بتاعها، وانا عرفتكم في الحالة دي. طيب نفترض بقى ما هو اضرار النفخ الزايد واضرار النفخ اللي هو ضعيف. طبعا انت لو معاك فرد اهيت ودفخها ضعيف، طبعا اللي بيحصل كالاتي، ان الكاوتش بتاع الدراجة زي ما انت شايف بيبدأ يشق، لو انت مش نافخ العجلة كويس بتشقى، وفردة بيبقى العمر الافتراضي بتاعها ضعيف، يعني ما بتعيش معاك. اما النفخ الزايد فبيؤدي الى انفجار دراجة، انفجار عجلة الدراجة الهوائية، فبالتالي العجلة بتفرقع وطبعا بتغير الكاوتش. كده ان شاء الله خلصنا الحلقة بتاعتنا ديت، ونشوفكم في حلقة تانية، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.